سيادة المستشار أهلا وسهلا بيك ومنور محطة مصر يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا سيادة المستشار. الردود جاءت كتيرة جدا والجميع علق على الموضوع، وأول سؤال بيتبادر للذهن، هل الاقتراحات دي جاءت من حضرتك ولا بناء على طلب ولا بناء على اتفاق، جت إزاي؟ لا ما فيش لا طلب ولا اتفاق، دي رؤية أنا بطرحها للناس، طرحتها في الصحف عشان الناس كلها تشارك فيها، نقطة حوار نبدأ منها، لأن واضح إن دلوقتي بنتكلم في موضوعات مختلفة كلها بره الموضوع. إحنا الموضوع دلوقتي كيف تنتهي المرحلة الانتقالية بأمان وسلام وبتوافق وطني. أيوه. فأنا أعتقد إن هذه الورقة تقدم نقطة بداية لحوار بين كل القوى السياسية ومع المجلس العسكري يؤدي بينا إلى الانتقال الآمن لحكم مستقر وانتهاء انتقالية وخروج آمن للمجلس العسكري من الفترة الانتقالية، لأن طبعا الفترة الانتقالية المجلس العسكري ما كانش مستعد لها وتورط فيها، والحقيقة أدى بقدر الإمكان أداء طيب وحافظ على الثورة، لكن الثوار غير راضيين عن يعني استمرار الفترة الانتقالية بدون أفق. أيوه. واضح. فأنا أعتقد أن الحوار حول هذه الأفكار ودي مطروحة للتعديل وللتغيير وللرفض وللقبول ولإعادة الصياغة ممكن توصلنا لاتفاق تؤدي بينا إلى انتهاء الفترة الانتقالية في وقت مناسب. أيوه. وبشكل آمن يحفظ للقوات المسلحة مكانتها وهيبتها، وفي نفس الوقت يمكن القوى الثورية من الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أكثر استقرار. المبادرة جاءت فردية من حضرتك السيادة المستشار ولا كان في مشاورات مع أطراف سياسية أخرى؟ لا أنا طبعا يعني كان نتيجة حوار مع قوى سياسية مختلفة وناس من رجال الفكر، لكن ما اشتركوش معايا في إعدادها الحقيقة. إنما خلاصة هذا الحوار استقريت فيه على أني أضع هذا المشروع أو هذه الورقة وأطرحها للتداول. وبعدين هذه المواد مجرد مجموعة من المواد خاصة بالقوات المسلحة، لكن مش الدستور كله. بقية الدستور هيتضمن أحكام أخرى تضمن للشعب حقوقه وتضمن للمؤسسات الأخرى في الدولة دورها واختصاصاتها، فهي ما تعتبرش انتقاص من أي حق من حقوق الشعب ولا من أي سلطة من سلطات الدولة الأخرى. طب سيادة المستشار، الورقة أو الاقتراحات المحترمة اللي حضرتك تقدمت بها تأتي في وقت شديد الحساسية، خصوصا وحضرتك تعلم السويس فيها بتموج بأحداث قوية جدا، بيتواتر لحضرتك إيه اللي هم ناويين يعملوه يوم الجمعة المقبلة، بعيدا كمان عن المليونية اللي هنا، شايف ان ده ممكن يكون فيه إرضاء للقوى الثورية اللي شايفة ان الخطوات لم تكن كافية وهم مش راضيين عنها؟ انا الحقيقة بقدم رؤية انا شايف ان هي تؤدي بينا الى انتقال آمن للسلطة. أنا ما بعملش حسابات ترضي مين أو ما ترضيش مين. أنا بعمل اللي أنا مقتنع بيه شايف إنه هو الصواب، وبعد كده أطرحه للتداول. يعني إذا اتفق عليه الجميع خير وبركة، إذا حصل خلاف الخلاف لا يفسد الود قضية، المسألة مطروحة للمداولة وللحوار الوطني، وكل واحد يقول رأيه وإن شاء الله نصل في النهاية إلى توافق يؤدي بالدينا إلى الوصول للهدف المنشود، انتهاء الحالة الثورية وانتهاء الفترة الانتقالية ونبدأ في مرحلة استقرار يعني ترضي القوى الثورية وتمثل خروج آمن للقوات المسلحة كمان من عجباني الجملة جدا السياسية اللي اتحط فيها. عجباني الجملة جدا وتعبر يعني وبدون مجاملة حضرتك حطيت إصبعك على موضوع مهم جدا ومهم كمان للقوات المسلحة، ده شيء طبعا. لازم طبعا. نتكلم فيه بمنتهى الصراحة طبعا. القوات المسلحة لابد أن نحرص عليها زي ما حرصت على الثورة القوات المسلحة، هي القوات المسلحة بتاعت مصر وبتاعت شعب مصر، صح، لابد ان احنا نحرص عليها وعلى تماسكها وعلى مكانتها، وهم كمان لابد ان هم يحرصوا على مصلحة الشعب وعلى الثورة. مفيش تناقض بيننا، انما ممكن يكون في اختلاف في الرؤى، لابد ان يكون في حوار يبدأ من نقطة محددة علشان نقدر نصل الى نتيجة. انا اعتقد النقطة المحددة هي نقطة الخروج الآمن
القوات المسلحة من هذه المعادلة السياسية. شايف حضرتك انه هناك بعض القلق ان ما يبقاش ان القوات المسلحة تبقى يعني الخروج ما يكونش آمن مثلا؟ يعني طبعا الأوضاع الحالية تجعل الاحتمالات كلها مفتوحة، الشعب ثائر والقوى الثورية في الشارع كل يوم، وفي مشاكل بتحصل وفي احتكاكات أمنية، كل ده بسبب ان الفترة الانتقالية مستمرة بلا أفق، وإذا طالت أكتر من كده الفترة الانتقالية ممكن يبقى فيه تطورات يعني لا نرضاها جميعا. احنا مش عايزين نصل إلى حالة يعني يصعب التعامل معها او تحملها. المجلس الوطني ممكن شايفه ان حضرتك احنا بندعم هذا الاقتراح جدا لإدارة الدولة، شايفه انه بالفعل ممكن يكون حل عملي عشان الفترة الانتقالية دي ما تطولش بهذا الشكل؟ أين مجلس وطني؟ اقتراح تشكيل مجلس وطني لإدارة الدولة. شوف الصيغ دي كلها مطروحة للنقاش، لكن انا بتكلم في مسألة تانية. يعني كيف يعني نرسم طريق للانتقال الآمن للسلطة، إن القوات المسلحة تستطيع أن تسلم السلطة إلى سلطة مدنية، ويبقى في فترة انتقالية ثانية مشاركة بين القوات المسلحة وبين السلطة المدنية. أيوه. يعني دي صورة جديدة أو فكرة جديدة مطروحة بديل للمجلس الرئاسي اللي كان بيبقى مطروح بالزبط. أو المجلس الاستشاري، يبقى في مرحلة أخرى دستورية تتشارك فيها قوى الثورة مع القوات المسلحة في إدارة فترة انتقالية أخرى أفضل من الفترة الحالية اللي بينفرد فيها المجلس العسكري بإدارة البلاد، وتبقى مرحلة وسيطة تمهد لانتقال آمن بعد كده لسلطة مدنية. طيب. بشكل كامل. عندي سؤالين سريعين جدا ومش هطول على حضرتك. أولا، هل جاء أي رد فعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ لا، أنا الحقيقة ما فيش بيني وبين المجلس العسكري أو أحد أعضائه أي اتصال خالص، لا قبلها ولا بعدها. طيب بالنسبة لا ألتقي بأي شخص فيهم خالص، ده يعني ورقة أنا طرحتها للناس تتداول فيها ويقبلوها القاش العام يعدلوا فيها كما يشاء. بالنسبة للمظاهرات يوم الجمعة المقبلة، رأي حضرتك وبصراحة فيها ختاما يا سيادة المستشار؟ لابد أن تستمر أيام الجمعة المليونيات حتى تحقق الثورة كل أهدافها. أيوة. وأنا شخصيا يعني كنت حشارك في المليونية يوم الجمعة في التحرير، إلا أني مدعو المؤتمر في اسكندرية فحضطر أشارك في اسكندرية مش في القاهرة. طيب. لكن لابد أن تستمر المليونيات للحفاظ على قوة الدفع الثورية حتى تحقق الثورة كل أهدافها. بما أن حضرتك هتشارك في اسكندرية وإحنا كمان إن شاء الله هكون في اسكندرية، نتقابل هناك ونشارك جميعا إن شاء الله. سيادة المستشار هشام البصويسي، بشكرك شكرا جزيلا. وعلى ذكر اسكندرية